خلينا نروح نشوف ايه اللي اتكتب على النادي الاهلي على المواقع، يلا بينا. سوبر كوره، الخطيب وابو تريكا وصلاح والحضري ضمن افضل 30 لاعب افريقي في التاريخ. اليوم السابع، قانونية الأهلي تجتمع اليوم لمناقشة تطورات أزمة القيد الأفريقي. سوبر كورة، بعد شكوى الأهلي الفار على طاولة الجبلية. في الوطن سبورت، لجنة تخطيط الأهلي ترفض توصية لاسارتي ببيع ربيعة ومحسن. يورو سبورت عربية، حسم صفقة رمضان من انجلترا موقف حجازي. فيتو، الاهلي يرفض رحيل لاعبه الى الدوري البرتغالي. الشروق، لاعب الاهلي يفوز بذهبية بطولة كاليفورنيا للسباحة. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، الاهلي يستضيف التصفيات المؤهلة لكأس العالم للأيتام. We'll be right back.